كيف نستقبل نور المسيح حتى تكون العين بسيطة والجسد كله مستنير؟ ذكرت أنه محتاجين نختبر نور المسيح، وفعلا يقول كتاب الذي نقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، ثم نتغير في محضر المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، كلما تشبهنا بيسوع كلما حياتنا أصبحت مستنيرة أكثر. طبعا من خلال الكلمة أيضا مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فإذا كلما امتلأت من كلمة الله بيستنير ذهني في الحقائق الكتابية والحقائق الإلهية التي تحررني وتجعلني إنسان أسعى نحو الكمال. صلاة بولس وعاوز أختمها في هذا الوقت: مستنيرة عيون أذهانكم. أنا بصلي اليوم إنه الرب يفتح عيوننا، يفتح أذهاننا، ويفتح قلوبنا وحياتنا لكي نستقبل هذا النور ونعيش ونسلك في هذا النور، وحياتنا تكون بسيطة ونعكس هذا النور على كل المجتمع من حولنا. أصلي في اسم ربنا يسوع المسيح، آمين.